رح أفرجيكم كيف حنعمل كريمة كيتو دايت وكريمة نباتي. آيس كريم نباتي للكيتو دايت. عقولة العراقية خبة، عقولة أهلنا بمصر بحلو قوي. كمية جوز الهند بنوضع جوز الهند بالخلاط، الكمية جوز الهند حسب قوة الخلاط. نوضع ماء ساخن، الكمية حسب الحاجة، المهم انه الخلاط يقدر يقاوم. نخلط المكونات جيد. نوضع قطعة قماش تكون نظيفة وبنصفي الخليط، ونفسها بتنفع كريمة للطبخ أيضا. من الضروري ألا نشتري جوز هند مكرر مثل هذا، هذا يعتبر جوز هند مكرر ما بنفع نشتريه ونعمله تاني. هيك نحن نعمل كل الكمية ونوضعها في الثلاجة لمدة 8 ساعات على الأقل أو لليوم الثاني حتى تنفصل الكريمة عن الماء، بعدين نخرجها من الثلاجة ونوضعها بالفريزر لمدة 3 ساعات. فضل دائما بنشتري الكريمة الجاهزة، أهم شيء تكون كريمة جوز الهند وليس حليب جوز الهند. نسبة الدهون تزيد عن 20% مثل ما انتم شايفين، هذا 24% ما يكونش حليب. هذه بدون ثلاجة، بدون ما أوضحها بالثلاجة. هذه شوفوا كيف تكون سايبة على بعضها، وفرجيكوا كيف هذه لما تكون بالثلاجة لمدة 8 ساعات. هذه بالثلاجة لمدة 8 ساعات يعني أفضل من الأولانية، بتفصل المية ولكن مثل ما انتم شايفين. لكن أفضل شيء بعد ما نوضحها بالثلاجة 8 ساعات نوضحها بالفريزر 3 ساعات بالفريزر مثل هيك، مثل ما انتم شايفين افضل هيك، بتفصل المي اللي بتفصل الكريمه عن الميه. المهم تكون الكريمه ما يكونش حليب، دائما تجيبوا الجاهز افضل اذا كان متوفر، يكون الدهون فيه فوق 20% مثل ما انتم شايفين. هيك الميه منفصله لوحدها، 8 ساعات بالثلاجه و3 ساعات بالفريزر. هذا الحليب غير مناسب، هذا حليب مكتوب عليه حليب مثل ما انتم شايفين، هذا غير مناسب. نعرف كيف نعرف كمان في كريمة برضو ما بتنفع، بتكون الدهون أقل من 20%، لازم الدهون تكون فوق 20%. بعد 8 ساعات في الثلاجة دخلنا في الفريزر 3 ساعات، هيك أصبحت الكريمة لوحدها والحليب لوحده. هيك نوضع، بنرفع الكريمة عن الماء نضربها بالخفاق، هي ما بتصير كريمة إلا إذا سحبنا منها المية. كيف نسحب المية؟ بنضيف الكاكاو الخام، الكمية حسب نوع، حسب كمية السوائل الموجودة بالكريمة أو حسب الذوق. هو الكاكاو بسحب الرطوبة منها ويجعلها كريمة، بدون كاكاو بتكون سايبة. ستيفيا التحلية أو حسب نوع التحلية حسب نظامكم الغذائي، الكمية والنوع. قهوة سريعة الذوبان أيضا قليل حسب الذوق وقليل من الفانيلا، وبنضرب المكونات مع بعض. نحفظها دائما الكريمة بالثلاجة حتى تكون أكثر سماكة، ممكن نوضعها بالثلاجة تكون أفضل. دائما التحلية وهذا فيها مرونة الوصفة، يعني حسب ذوقكم السكر أو بديل السكر. نعمل البيضة، البيضة اللي هو النشا، نوضع الكمية نفس الشيء حسب احتياجنا، حسب السوائل الموجودة، وبديل السكر أيضا حسب احتياجنا، وقليل من الفانيلا حسب نظامكم الغذائي. اوضعوا بديل السكر، نحتفظ فيها بالثلاجة ايضا مثل ما انتم شايفين. لو انتم بدكم اياها سميكة اكثر اوضعوا ايضا نشا اكثر.
مثل ما انتو شايفين هي كتير روعة. البيضة والشوكولاتة نفس المقادير ولكن دون كاكاو فقط. ممكن نوضعها بالقمع ونعملها آيس كريم. الآيس كريم بعد ما نعملها نوضعها بالفريزر لمدة 4 ساعات على الأقل. يعني كتير هي روعة. هذه الكوب هذا مناسب للكيتو. أما البسكويت غير مناسب للكيتو. هو نباتي أكتر. لو عايزين نعمل طعام نتوسع بالطعام النباتي اكتبوا إلي بالتعليقات ولا تنسوا اللايك. هذه الكريمة البيضة نفس الشيء بنعملها آيس كريم نوضعها بالفريزر أقل شيء 4 ساعات. جوز الهند شوكولاتة نباتي كيتو دايت. جوز الهند 500 جرام الكمية حسب الرغبة حسب انتو شو بدكو. هذه كمية كبيرة انا بعمل انتو اعملوا ربع الكمية. كاكاو خام 3 معالق كبيرة او حسب الرغبة حسب ذوقكم. قليل من الفانيلا وبديل السكر هو اختياري. اي تحلية هي حسب نظامكم الغذائي النوع والكمية. بنحرك المكونات جيد هيك اصبحت شوكولاتة جاهزة. ممكن نضيف مكسرات حسب ذوقكم. نفرمهم بالسكين هي اختياري لكن تعمل طعم كتير روعة. اي نوع مكسرات حسب ذوق. هيك اخرجناها من الفريزر ونوضعها بالشوكولاتة مثل ما انتو شايفين بالضبط. من شان كانت بالفريزر على طول الشوكولاتة بتمسك عليها. كتير هي روعة. اكتر الوصفات اللي بنعملها احنا هي تعليمية اكتر كيف احنا نجمع مكونات على بعض ونطلع منها وصفة. يعني انتو يعني الوصفات فيها مرونة. انتو ممكن تبدعوا اكتر من هيك كمان. خلينا نتذوقها. خلينا نتذوقها مع بعض. عقود العراقية تخبل. عقود أهلنا بمصر تحلو قوي. مع السلامة.